شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. انتهت الفتره الاولى والثانيه بتقدم النادي الاهلي 47-32. الحقيقه في مباراه يعني او في فتره احنا الحقيقه ما شفناش النادي الاهلي يعني بالجمال ده من فتره. الحقيقه تقال يعني الفتره الاولى والثانيه النادي الاهلي بيلعب اداء جيد على الرغم من هو عنده احسن. يعني احنا كان ممكن فرق 15 نقطه دي من وجهه نظري النادي الاهلي لو مركز تركيزه الصح كان ممكن يبقوا 30 نقطه. ليه لا؟ ولكن النادي الاهلي جاله كتير كمان في الاوفنس، كنا ممكن نجيب الحاجات دي ونستغلها كانت النتيجه تبقى احسن. برحب بضيوفي المره الثانيه، كابتن سلعاوي منورني. يا الله يخليك. كابتن ميشو منورني. خليني اجي لك بقى ضيف العزيز النهارده. الشوط الاول والثاني اكثر متفائلين، ما كانش يقول ابدا ان الشوطين هيبقوا كده او هيخلصوا بفرق 15 نقطه للنادي الاهلي، ولكن الولاد لاعبين ماتش كويس على نقيض نادي الاتحاد مش في المستوى اللي كان فيه المباراه الاولى. رايك ايه يا كابتن ميشو؟ بص كابتن هيثم، لو تفتكر ان احنا في المباراه الاولانيه انت سالتني سؤال، قلت لي يعني انت شايف الماتش هيمشي ازاي من الفرقتين، وقلت لك كل مدرب وله طريقه وهنعرف الكلام ده في احداث الجيم. النهارده يمكن مستر روجوستي عمل حاجه من الحاجه اللي انا كنت بقول لك عليها. النهارده يمكن اول مره كنا نشوف بدايه مهيب بادئ بيه في بدايه الجيم. فريق النادي الاهلي النهارده من بدايه الجيم واضح ان هو عنده اصرار لا بديل عن المكسب، عشان عارف خطوره الموقف ان لو حصل حاجه تانية العمليه هتبدا تبقى من بدايه الجيم. بادئ يمكن من اول 9-0 بدا نادي الاتحاد بعيد. فريق نادي الاتحاد في كم استعجال ودخل كابتن احمد عمر ياخد تايم اوت بدري قوي جدا جدا، وخلى نادي الاتحاد حتى السلاح بتاع نادي الاتحاد اللي احنا كلنا متفقين عليه اللي هو 3 بوينت مفيش، 2 بوينت مفيش. مفتقدين النهارده نادي الاتحاد اللعب الجماعي غير المباراه الاولانيه. يمكن المباراه الاولانيه بدا بدايه غير موفقه، بدا كان 11 بونت ورجع الكوارتر الثاني، راح راجع للجيم الكوارتر الثاني انتهى 52-50 يعني راجع للجيم بقى فرق باسكت. لا النهارده لا الدنيا مختلفه، النهارده بدايه الكوارتر الاول والكوارتر الثاني لا نادي الاتحاد بعيد، نادي الاهلي بيلعب باسكت تركيز. النهارده النادي الاهلي مختلف عن الجيم الاولاني في حته الديفنس. النهارده الاهلي بيلعب جود ديفنس، الخطوط بتاعته في كوميونيكيشن 10 على 10 بين اللعيبه، في تفاهم. النهارده عمر طارق انا شايف ان هو نقطه تحول للنتيجه دي، هو عمر طارق سواء دفاعيا او هجوميا، يعني دفاعيا او هجوميا. النادي الاهلي تحت الحلقه بصراحه تماما. النهارده انا بقول لك الحته بقى عمرو الجندي بصراحه يعني ماشي والله اكبر عليه. لسه بقى هقول لك الحته الثانيه، النهارده برده الاهلي بدا يعمل حاجه ما كانتش موجوده في المباراه الاولانيه، كم البريتريشن اللي بدا يدخله النهارده، واخد اختراقات سواء باسكت، وخلى وقع لعيبه نادي الاتحاد في عدد من الاخطاء الكتيره، ودي هتكلف نادي الاتحاد في نهايه الجيم. اشكرك يا كابتن ميشو. كابتن سلعاوي، النهارده النادي الاهلي تفوق على نفسه دفاعيا في وقت نادي الاتحاد يعني ما قدرش يجاري تحركات النادي الاهلي الهجوميه واختراقاته، زي ما كابتن ميشو قال اختراقات كتير، بنفضي بعض، شايفين بعض، في لعب جماعيه كتير على الوجه الاخر. دفاعيا النادي الاهلي وقف مفاتيح نادي الاتحاد بشكل كبير. راي حضرتك ايه في الفتره الاولى والثانيه؟ لا هو النهارده بدايه قويه جدا من النادي الاهلي من بدايه المباراه، مصمم على المكسب، مصمم على ان هو يقدم مباراه يعوض بها ما فات. دي مستوى النادي الاهلي في هذه المباراه. عايز اقول ان الاهلي النهارده المباراه اليوم مثيره ومباراه جيده جدا وتمتع الناس اللي بتتفرج عليها. الاهلي بس اقول يا كابتن، هي تمتع جمهور الاهلي ايوه يعني تمتعنا احنا، انما على النقيض جمهور الاتحاد الاسكندري شايف فرقته وحشه. طبعا جمهور النهارده الاتحاد الاسكندري يعني لا اعتقد ان في حاله طبيعيه، يعني النهارده الشوطين الاولانيين ان لاعبي الاتحاد الاسكندري مش في حالتهم او مش موفقين، لكن لاعيبه النادي الاهلي اكثر انسجاما، اكثر روح، دفاع جماعي، هجوم جماعي، في حرص من لاعبي النادي الاهلي غير المباراه اللي فاتت على كل كوره، كوره عزيزه، الكوره حاسين ان كوره قد تؤدي الى مكسب او خساره. المفاجات اللي عملها مستر جوستي في تنزيل مهيب واعتقد وعزب اربكت دفاعات، اربكت فكر. بس كنا متوقعين ده، احنا يا كابتن احنا كنا متوقعين، متوقعين ان مهيب هياخد وقت وبيبو هياخد وقت، والاثنين مدربين عملوا كده. ما اعتقدش ان برضه كانت في فكر المدرب.
لكن دي عملت ارباك شويه. النهارده النادي الاهلي مستحوذ على الريباوند غير المباراه الماضيه. عمر طارق النهارده حالته كويسه، عمرو الجندي سوبر، ايهاب امين بيحاول يرجع لمستواه. الحمد لله في توفيق في 3 بوينت النهارده عندنا، في كنترول على الجيم. عمر عزب عندنا، مهيب عندنا، في كنترول على الجيم. صانع لعب النادي الاهلي يعني صانع لعب النادي الاهلي، في قياده للفريق، في فرض اسلوب لعب، في تنفيذ تعليمات النهارده. النهارده في خوف، الخوف بيخليك تبقى حذر وعلى كل كوره قبل ما يعني ايه قبل ما توصل لل في اختراقات جيده، في شوف في رؤيه للملعب، يعني في اللعيبه شايفه بعضيها. وفي النهارده شفنا المور باص اللي انت اشدت بيها واحنا بتاعت عمر عزب لعمرو الجندي دخل، مروان سرحان، سيف سمير الاول استلمها تحت الباسكت، حس ان هو مش بوزيشن جيد، راح مطلعها بره لعزب. عزب راح شايف ان في تفضيل. الحاجات دي بتاديك مؤشرات ان الفريق خايف وان الفريق لعب جماعي وان كل واحد بيفضل التاني عن نفسه. كابتن ميشو، انت شايف ان ممكن الاداء يعني يفضل الاتحاد بوضعه ده الشوط الثالث والرابع او الكارت الثالث والرابع والاهلي يفضل بالتفوق ده، ولا وارد جدا نلاقي تغير في المستوى بالنسبه للفريقين؟ انا ما اعتقدش، انا اؤيد كلامك كابتن، اللي هو كابتن ان هو في هيبقى في تغير، ما اعتقدش هيبقى الدنيا ماشيه. لو بنفس الحاله، لا يعني في حته الاوراق الجديده اللي استخدمها النادي الاهلي، خلينا نتكلم بقى في الحته النهارده، هو استخدم مين؟ عمر ومهيب. عمر عزب ومهيب مفيدين النهارده الاتحاد غير اوراقه ميدو طه. بميدو وعلي، بس مش هم علي. مش معطوش علي كويس، علي النهارده يعني كويس، علي جاي بصراحه، علي النهارده علي النهارده بدا يعوض الحته بتاعت بعد انس وهيثم، لان برضو هيثم وانس النهارده يعني بعيد تماما، مش زي المباراه اللي فاتت. والبيفوت اللي مع، ولسه خلي بالك ولسه احتماليه مشاركه بيبو برضو ممكن يعني هيفرق معاك. لكن انا اللي انا بتكلم عليه النهارده الاوراق، واضح ان النادي الاتحاد عنده مشكله، ان لو في اول 4 دقايق من الكوارتر الثالث لو ما عملش الصحوه اللي عملها النادي الاهلي في البدايه اللي هي كانت 9-0، كانت في البدايه، ان هو لازم يبدا يرجع للجيم ويبدا ينزل في على الاقل من نص كوارتر تالت، لازم ينزل ال 10 بونت. لو فضل الاهلي ماسك في الحته دي والسكور ده، لا ممكن السكور يبدا يعني هيروح في سكه ثانيه. بس اقول لك يا كابتن سلاوي، ماتشات الاهلي والاتحاد تعودنا فيها ان هو يعني ما فيش يعني كل شيء متوقع. يعني النهارده 15 بونت يعني انا النهارده يعني برده 15 بونت وما انتش قادر تطمن، يعني انت فاهم ازاي، كان يعني انما وارد جدا يحصل كامباك. بس اللي وارد كابتن هيثم النهارده ان جوستي شغال كويس على مفاتيح لعب نادي الاتحاد، زائد عدم توفيقهم الجردات كمان بالذات بتوع نادي الاتحاد النهارده، يعني فهو جوز الاتحاد مش قادر. ما هو في وقت من الاوقات الاتحاد كان هيبدا يرجع شويه للجيم، يعني كان هيبدا يرجع. النهارده الاهلي مش عاطي الفرصه دي، فالنهارده السكور كان، انت اصلا مخلص 12 بونت، الطبيعي انك انت في الفتره الثانيه على الاقل لازم كان الكوارتر ينزل في حدود 10 بونت 8 بونت عشان يبقى انت جوه جيم. لا انت الموضوع بدا النهارده واصل منك ل 15 بونت، اللي كان ممكن يكون يوصل اكتر لو الاهلي استغل الفرص اللي جات له هجوميا، كان ممكن يوصل اكتر. السلاح النهارده بقول لك احنا نادي الاتحاد مش اغلبيه اللعيبه النهارده مش موفقين النهارده. النهارده خلي بالك احنا وبعاد عن مستواه زي ما احنا قلنا كابتن سلعاوي، احنا قلنا المباراه الاولانيه ان الاثنين فرقتين كانوا سيئين، الاهلي كان سيء والاتحاد كان سيء، والاتحاد كسب وهو سيء. النهارده الاتحاد أسوأ من المباراة الأولانية. النهاردة الأهلي لا مختلف عن المباراة الأولانية، كان احنا قلنا ان الأهلي كان سيء، النهاردة لا الأهلي لا النهاردة بيلعب في تركيز في الحتة دي هي اللي عاملة الجاب اللي حاصل ده. لو الموضوع هيبدأ يكمل على كده لا ممكن السكور يفتح، لو الاتحاد بدأ يلم الأوراق بتاعته يبدأوا يبقى فيه نوع من التركيز، لا هيحصل ممكن يحصل كامباك وممكن نتفرج على جيم. بس اللي انا بقوله ان السيناريو ما اعتقدش ان هيمشي. طب كابتن النهارده كابتن احمد عمر الحقيقه مدير فني نادي الاتحاد ما عندوش بديل غير الضغط، لازم يضغط في الكورت. انا لو انا مدير فني ما عنديش خلاص اوبشن تاني، مش هينفع ارجع نص ملعبي واستنى الاهلي يجي لي. ونفس الوضع مستر اجوستي ما عندوش بديل تاني غير انه يدافع كويس عشان يحافظ على السكور اللي سجله. فالنهارده عندك ضغط، واللي انا اتوقعه ان اجوستي هيضغط، هو اللي هيضغط.
دي سلاح ذو حدين، ما ممكن تتضرب السكور يقل. هيضغط ويرجع. بس هو عمل حاجه النهارده ما عملهاش في المباراه الاولانيه، لعب زون يعني. هي دي ولعب زون فتره طويله، وهي الاتحاد واللي ساعد في مشكله في الاتحاد في الزون يعني، في مشكله في الاتحاد. ده اتعمل تيرن اوفرز في الزون. ما هي دي على فكره، في بقت مشكله في مصر كلها في موضوع الزون ده. في الفرق الاهلي في مشكله في الزون، الاتحاد في مشكله في الزون. بس لا، في فرق بتستمتع لما بتلاقي فرقه قدامها بتبقى زون، بتبقى مستنيه اللحظه. لا لا لا، لو عندك شوطر من بره، لو عندك وقع فيه اختراقات وكيك اوت، لكن برضو الزون ليه قواعد لكسره. في لازم هاي لو، في الاربعه بيلعب طيب مع خمسه. ليه ما نقولش حضرتك بتقول انت استنتجت ان مستر اجوستا يضغط. هو كابتن احمد عمر ما عندوش اوبشن ثاني، لازم هيضغط، وهيضغط اول خمس دقائق زي ما بيقولوا بلغه البقى، هيضغط عامه. يعني هيضغط من تحت الحلقة. بل لازم المدرب الثاني يفكر في الكلام اللي انت حضرتك انت لازم هضرب الضغط ده. بس هنا بقى يضغط ليه؟ السؤال هو السكور اللي حصل ده دلوقتي هو كان ضغط؟ لا ما كانش ضغط. هيفضل مكمل طبيعي جدا. لا ما اتكلمش على مستر جوستا، انا بتكلم على احمد عمر. احمد عمر هيضغط. احمد عمر لازم اول خمس دقايق يعني مليون في المية هيحصل تغييرات. مليون في المية هيحصل تغيير في نوع الديفنس يعني. مليون في المية هيحصل. طيب انا مش هيسيب الوضع كده. انا هقول بس حاجه. انا اعتقد ان لاعبي الاتحاد مش هيرضوا يكملوا بالمنظر ده الشوط الثالث. ما هو يا كابتن مش بالرضي او بالموافقه بالظبط، مش بالمزاج. خلي بالك، اعتقد ان الاداء يختلف. بص يا كابتن، دلوقتي احنا عندنا النهارده الاتحاد عنده مشكله كبيره في الضغط على النادي الاهلي. انت عندك براندون في الملعب وهاب امين، الاثنين بيلعبوا او الاثنين اكتر وقت بياخدوه، الاثنين بول كنترول عالي جدا. وحط معاهم عمرو الجندي. برافو عليك. انت يوم ما بتقفل عليهم بتروح مدي عمرو الجندي اللي ماسكه اربعايه، هيبقى ماسكه هيثم كمال، هيطلع بيه ايزي جدا. يعني انت في ترانسفير الكوره من الباك زون للفرنت زون عندك الدنيا سهل جدا. طب الضغط مع النادي الاهلي ممكن ما يجيبش باسكت كابتن، بس مش هتقطع يعني منك كوره كتير. ممكن يروح حته ثانيه خالص يعني. ممكن الاسكور يفتح. انت اتكلمت في نقط مهمه جدا، في نقطه احنا اغفلناها. يعني انت اتكلمت في نقطه مهيب مش اتكلم، ونقطه عزب في نقطه اغفلناها. ان النهارده من مفاجات اوجستي ان لاعب عمرو الجندي اربعه. صح، النهارده اربعايه. الاربعايه لو بدا بيه المباراه اربعايه مع عمر طارق. بس الماتش اللي فات اداله اربعايه، فاكر تفتكر؟ لا، الماتش اللي فات لعب بره. انا مش فاكر. الماتش اللي فات لعب بره. بس جه وقت من الاوقات اشتغل اربعايه. لا بس ما بداش النهارده، هو بادئ الجيم بحطه بوزيشن اربعه. طب ليه؟ انت بادئ ليه؟ عشان بدايه مهيب. طب استنى، ما هو عشان هي عشان هيمسكوا مين؟ عشان يفضي المكان لمهيب وفي نفس الوقت يوقف هيثم كمان. هو عمل الحته دي مش كمان عشان حاجه واحده بس، هو سحب لعب فور اوت عشان خلى عمر طارق دلوقتي بيلعب 1-1. هو عايز يلبس، ولبس فعلا انس فاولات، وديكستر لابس 2 فاول وحصل منه فاولات. هو عمل اشتغل فور اوت وخلى عمر طارق عمل الدك ان بحيث ان يلعب 1-1، وده اللي استفاد بيه. نقول له كابتن هيثم ان دي تغييره اربكت شويه حساباتنا دي. علمك كابتن سلاوي كلامك صح 100%. التغييره دي هي 80% من المستوى اللي احنا شايفينه ده. هو اصلا المدرب يا كابتن مش، وانت راجل مدرب هي بيلعب على الخداع كابتن. انا شايف خلاص لحظات اهو يا جماعه. طب يا كابتن بعد اذن حضرتك، خلاص كابتن ميشو كابتن سلعاوي خلينا نرجع تاني لاستاد القاهره ومباراه الاهلي والاتحاد الفتره الثالثه والرابعه، ومعلقنا الكابتن احمد مناع. فالى هناك.